فرقتهما الجغرافيا وجمعتهما كرة القدم باسم المشهد الختامي الأول لدور أبطال آسيا في دانة الدنيا دبي بين الأهلي الإماراتي الوافد الجديد على النهائي وغوانغجو إيفرغراند الصيني الذي ذاق التتويج مرة في انتظار إعادة الكرة. الفرسان عقدوا العزم على ركوب التاريخ واستعادة لقب 12 عاما. أما نمور سكولاري وتطبيقا لعادة الافتراس فلم تتأخر بتهديد مرمى أحمد محمود بقذائف باولينيو لاعب توتنهام السابق وعبر القائد زهينغز هي، لكن الحارس الملقب بديدا أثبت جدارته ووقف سدا أمام الصينيين. فترة جس النبض استمرت مطولا من لاعبي كوسمين أولاريو، ومن مجهود فردي ظهر إسماعيل الحمادي في أخطر فرص الشوط الأول أو فرص الشوط الخجول. في أول نفس للشوط الثاني اخترق هوانغ وين دفاع الأهلي فهز المباراة قليلا أبت الدخول. استمر المد الأصفر لبطل الدوري الصيني بهجمات كان الحارس الإماراتي برتبة دفاع كامل يكتب نهايتها بتدخلاته كيفما شاء. الأهلي لطالما كان ملك الإثارة وسيد الركلات الحرة في المسابقة، ريبيرو إلى مواطنه ليما في أول ظهور لهما، لكنه لم يكن لافتا كاسميهما أمام أصعب امتحان نجح فيه الحارس زينغ تشينغ عند الدقيقة 78. بعدها طرد عبد العزيز هيكل ليتأجل